السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو ثاني مختبر في الهيموبويتيك موديول، وهذا المختبر مخصص لثلاث أشياء. مع الأسف ما حنستطيع أن نرويكم كل التفاصيل، لكن القسم المخصص لإكزامينيشن أوف ذا بلود فيلم، فاللي ما حنستطيع أفرجيكم إياه كيف نحضر البلود فيلم، يعني كيف نحضر السلايد، وبعدين نتعرف على ما موجود بالبلود فيلم. هذه رقم واحد. رقم اثنين هو أن نتعرف على البليدنج تايم ونربطها بالمحاضرات النظرية اللي أخذناها، خصوصا محاضرة رقم خمسة اللي تتذكرون كانت عن الكوأجوليشن، فنعرف الميكانيزم مال الانترنسك باثوي والاكسترنسك باثوي ولها علاقتها. فعندنا شيء اسمه البليدنج تايم، وعندنا التجربه الاخرى اللي هي الكلوتينج تايم، وايضا نربطها بالمعلومات الطبيه اللي موجوده عندنا. فهذا هو الهدف من هذا المختبر. فبالنسبه خليني ابدا باجل الهيستولوجي الان والبلد فيلم والتعرف على نوع الخلايا، وخليني أبدي بالتجارب البسيطة اللي تخص موضوع الكواجوليشن، موضوع التخثر. فأول تجربة، وهي تجربة سهلة، اللي هي تجربة البليدنج تايم. البليدنج تايم يعني الفكرة أنه إحنا نسوي جرح صغير، وطبعا هذا الجرح الصغير حيؤدي إلى خروج الدم. فاللي حنسويه هو أنه نعتمد على فلتر بيبر. هذه هي الفلتر بيبر، واللي حنسوي أنه نسوي بانكتشر، الخرم اللي نسوي بالجلد نستخدم به اللانسيت. هذه هي اللانسيت، لحنعقم الأصبع، وبعد تعقيم هذا السبلت للتعقيم لازم يتبخر السبلت. طبعا كل خطوة أقولها لازم انتوا بمخكم تسألون why، ليش دا نسويها. من دا اقول نعقم الاصبع بالسبريت هاي مفهومة، حتى contamination كذا، ليش لازم السبريت يتبخر تماما؟ ايش؟ لانه يسوي هيموليسز وحيخربنا العمل. اوكي، إضافة إلى ذلك في شيء آخر إحنا هسه نسألكم عليه بعدين، يعني من نسوي التجربة. المهم أول ما نسوي البانكتشر حنشغل التايمر، هذا التايمر حنشغله يبدي يحسب الزمن. بعد مرور 30 ثانية، نصف دقيقة، فمثلا نقطة ما تتجرح هنا، لح أجيب الفلتر بيبر وأسوي مجرد تاتش. ليش فلتر بيبر؟ حتى يمص الدم. وليش دا أقول تاتش؟ حتى ما أثر على الجرح. مو تقولون لما أنا كبسته بأصبعي وسكرته تسكير وانقطع الدم، لا، براحته. أسوي تاتش، أرفع، أنتظر 30 ثانية أخرى، أرجع شو أسوي؟ تاتش ثانية، أغير طبعا المكان، وهكذا إلى أن لحتجي لحظة لما أسوي تاتش لن تحصل أي نقطة دم حمراء على الفلتر بيبر. نكون التجربة قد انتهت، ومعناها البليدنج وقف. أوكي، إيش حنسوي؟ نعد النقطة الحمراء. لما حتعد النقطة الحمراء كل نقطة تقابل 30 ثانية، فإذا عندك مثلا 6 نقط معناها البليدنج ايش قد استقر، ايش قد استغرق؟ 3 دقائق، معناها 3 دقائق ثم وقف، لأنه 3 دقائق ونص كان ما موجود. فهمتوا؟ وهذا هو طريقة سهلة جدا لقياس البليدنج تايم. أوكي، فالآن خلينا نسويها أمامكم، شوفوها بعينكم، وبعدين نتناقش في النتيجة ونعرف كيف.
من المتطوع اللي أشر، هو يأشر على غيره متطوع، مو يأشر عن، مو يقول عن نفسه. طيب هذا هو التايمر، فلما حك بس ستارت بدأ يحسب، بدأ يشتغل، يعني دا أتأكد من العملية. طيب زين، هون مثلا هيك إن شاء الله يكون الصوت زين. لاحظوا التكنيك، عقمت الأصبع، ولو أنا كنت تحب أستخدم إيدي الشمال مو لشيء. ليش دا أقول للشمال مو اليمين؟ لأن إذا هو يستخدم إيدي اليمين حتى لا يضايقه، فتكون إيد الشمال أسهل. زين، وهذه اللانسيت، اللانسيت تطلع بوضوح، يعني قصدي شوف قديش، يعني تقريبا طول الثلاثة أربعة مليمتر طول القسم المدبب. أوكي، فهم يصنعوها هيك، احنا نمسك اللانسيت بهذا الشكل. أوكي، وطبعا باللحظة اللي حسوي بها البانكتشر لح أكبس على ستارت، بس انت أيضا استخدم ساعتك، يعني إن كان هذا وقف أو شيء، أو استخدم التليفون. لما نسوي الكبسة شوفوا شوف حعمل في البداية، أنا مسكت الأصبع هيك، ليش دا أسوي هيك؟ ليش تجمع؟ كل شيء في الفيزيولوجي تفسره، ليش لما كبست هيك تجمع؟ الدم بطل يرجع، الفينس ريتيرن وقف، الدم يجي عن طريق الأرتريال سايد ويرجع عن طريق الفينس سايد. ضغط الارتريال سايد ايش قد؟ قريب لل 100 مليمتر مركري بالارتريز. تتصورون هاي ضغطة اصبعي هاي حتكون اقوى من 100 مليمتر مركري؟ طبعا لا، ال 100 مليمتر مركري قويه. قديش الضغط بالفينز؟ هو حوالي صفر لما توصل للرايت اتريوم. بالبيرفرال فين خليها 10، خليها 12 مليمتر مركري. اوكي، حتى ممكن اقل. فانا لما اخلي هاي الكبسه اللي دا اكبسها باصبعي هاي بالتاكيد تسوي ضغط اكثر من 10 مليمتر مركري، فانا سكرت الفينس ريتيرن لكن الارتريال سايد مفتوح، فبالنتيجه دا يجي الدم وما دا يقدر يرجع فدا يتجمع. هاي الشيء يسموها في الفيزيولوجي وبالميديسن لما يتجمع الدم بالفينس سايد لها مصطلح. لا، ستيسز يعني توقف الدم، توقف الدورة الدموية. هي الدورة الدموية ما وقفت، فقط الفينز توسعت، هذا نسميه كونجسشن. فمن تسمعون كلمة كونجسشن الاحتقان، هذا هو المقصود فيها، يعني اكسترا بلود هاز بين اكيميوليتد ان ذا فاسكولار بيد. زين، فانا اللي حسويه الان ماسك اللانسيت هيك، وهذا الأصبع معقم طبعا الآن يبس بالتأكيد تبخر، وأول ما حسوي البانكتشر حكبس على ستارت. أنت معايا أيضا استخدم التليفون، وننتظر قلنا 30 ثانية وبعدين نسوي تاتش بالفلتر بيبر، اطلع على العصفور. خلص شفت العصفور؟ هذه هي القطرة. طبعا انا دا اطلع على الكاونتينج، وجهها على الكاميرا حتى تبين اوضح. هذه اول تاتش،
هاي الثاني تاتش ما شاء الله انقطع. طبعا بالمناسبة البليدنج تايم هو من 1 إلى 3 minutes. فخلي نعمل لك تعقيم ثاني. تفضل ظل انت ماسكها. فالآن اي خلصت هذه. فالآن نريد نتناقش في النتيجة. اوكي؟ لان هيك حتجيكم الأسئلة. مو معناها بالضبط نفس السؤال في الامتحان، لكنه لازم تفهمون الميكانيزم. الآن اتذكروا اللي حكيناه في المحاضرات النظرية، شو اللي يوقف البليدنج؟ سوينا بانكتشر وخرج الدم، ليش وقف؟ تتوقعون صارت كلوت؟ لا، ما لحقت صارت كلوت. إذن شنو اللي وقف البليدنج؟ لا تستحون. شوفوا الآن تكلموا، اغلطوا قديش ما تردون تغلطون، اغلطوا بس لا تغلطون في الامتحان. اغلط الآن حتى نتناقش فيها، حتى نجاوبك، حتى تتعلم. اوكي؟ لكن لا تغلطها بالامتحان. نرجع مرة ثانية، شنو اللي وقف البليدنج؟ قولي. نعم، بيزوسبازم. نعم، اول العوامل اللي تصير انه يصير فيزوسبازم، اما ان يكون قلت لكم من مايوجينيك ريسبونس. وين بيا مكان صار الفيزو كونستركشن؟ بالكابيلاريز. وين ممكن اقول الكابيلاري صار بها فيزو كونستركشن؟ ما تستطيعون تقولون الكابيلاري صار فيها فيزو كونستركشن لان جدارها متكون من 1 لاير اوف اندوثيليال سيل، ما فيها سموث مصل. ولانه ما في سموث مصل، اذا لا يمكن ان ما في شيء بالفيزيولوجي اسمه كابيلاري فيزو كونستركشن. فالفيزو كونستركشن لازم يصير قبل الكابيلاري. شو اللي قبل الكابيلاري؟ الارتريولز. فهناك اللي ممكن يصير، هذا اول سبب. طيب السبب الثاني اللي يوقف البليدنج، صار عندنا بليتليتس بلاج. اوكي، الان نسالكم شو هي الميكانيزم مالت البليتليتس بلاج؟ شو اللي خلى البليتليتس بعد ما كانت تمشي في الدوره الدمويه وما تعمل بلاج، ليش الان لما سوينا البانكتشر جت على المنطقه وسوت البلاج؟ هو اكيد نتيجه الانجري، بس هي شو معرفها انه صار انجري؟ نعم، طيب اذا صار دمج بالمنطقه، طلعت المنطقه اللي احنا نسميها سب اندوثيليوم، ما تحت الاندوثيليوم، فالكولاجين فايبرز انكشفت وراح يبدي الانتر اكشن. والمنطقه اللي تتاذى مثل الاندوثيليوم حتبدي تفرز مواد. مثل شو؟ نعم، والله ما سمعتك. اذا لحظه، هاي نقطه مهمه اللي قالتها الان، دا تقول تشو ثرومبوبلاستين. من قلتي تشو ثرومبوبلاستين؟ لان هو من قلت ثرومبوبلاستين معناها طالع من التشو. التشو ثرومبوبلاستين حيشغل يا ميكانيزم، حيشغل الاكسترنسك باثوي. الاكسترنسك باثوي بحد ذاته حتى يشتغل يحتاج فتره طويله، ما معقوله خلال 30 ثانيه. فلوجيكلي لازم نستبعد هذا العامل. هذا العامل حيشتغل على المرحلة الثالثة اللي هي تكوين الكلوت فورميشن. لكن شو الأشياء، شو الفاكتور اللي تصنع الاندوثيليال سيل؟
الفون والبراند فاكتر. الفون والبراند فاكتر هذا في بعض الناس يكون عندهم مرض يسموه فون والبراند ديزيز. هذا المرض إذا موجود هو أوتوسومال دومينانت لو ريسيسيف، إذا وراثيا موجود هو أوتوسومال دومينانت لو ريسيسيف. تعرفون شو الفرق بين المصطلحين؟ يعني إذا موجود الجين المريض حيظهر أثره إذا في جين سليم، إذا ظهر أثره حتى لو في جين سليم معناها هذا دومينانت، وإذا ما ظهر أثره إذا موجود جين سليم معناها هذا ريسيسيف. فأعيد السؤال، الفون والبراند ديزيز إيش حيكون؟ دومينانت لو ريسيسيف تتوقعون؟ دومينانت. فالخلاصة إنه الفون والبراند فاكتور إيش حيسوي؟ حيصير مثل نقطة الصمغ اللي تلزق بين البليتليتس وبين الصب إندوثيليوم كولاجين، أوكي؟ تبدي تتجمع. نفس الوقت البليتليتس هذا اللي حيصير عندنا مثل بوزيتيف فيدباك ميكانيزم، لح يتغير شكلها، لح تبدي تطلق عوامل، العوامل اللي حتسوي تبدي تستدعي بليتليتس أخرى، وتبدي يظهر على سطحها ريسبتورز جديدة. هذا الريسبتور يخلي الفون والبلاند فاكتور أيضا يقوم يربط إيش؟ يقوم يربط بليتليت ببليتليت، وأنا منطيكم إياها بالصورة إذا تتذكرون، وحصل عندنا البليتليتس أجريجيشن، أوكي؟ فإذا فهمتوا كل هاي الآن، هاي التجربة البسيطة إذا سويناها وإذا طلع التايم مو طبيعي، يعني مو 1 إلى 3 minutes تأخر، شنو الاحتمالات؟ إذا طال الزمن مو 1 إلى 3 minutes صار 5 minutes أزيد، شو الاحتمالات؟ العلة وين؟ لازم مخك أول شيء يروح، أول سبب يطفر إلى مخك العلة وين؟ العلة بالبليتليتس. يا إما البليتليتس عددها قليل فشي نسمي الحالة؟ ثرومبوسايتوبينيا أو نون فانكشنال. أحياناً تكون البليتليتس موجودة لكن هي ستركتشري أبنورمال نون فانكشنال. هل ممكن تكون العلة بالكلوتينج فاكتورز؟ ما لها علاقة، احنا ما نسوي الآن كلوتينج ولا لحقة تكونت كلوتس. طيب غير هذا شو الاحتمالات؟ صح، الأسبرين يشتغل كأنتي بليتليتس. زين، يعني أقدر أقول الوارفارين كذلك أو الهيبارين؟ لا، هم أنتيكواجلنت. صح، شطورة، هذا أنتيكواجلنت وليس أنتي بليتليتس. فالأنتي بليتليتس، فهذه في التطبيق العملي في ناس اللي يأخذون أسبرين أو أدوية مشابهة توقعوا إذا صار شيء يؤدي إلى بليدينج، البليدينج يكون زمنه أطول. فمثلا كثير من السيدات إذا يأخذون أسبرين تقول عندي هيفي منسز، هذا متوقع. فإذا قالت واشتكت نقول هذا نورمال، لأنه أنت أصلا تأخذين أسبرين اللي هو أنتي بليتليتس، أوكي؟ وما أدخلكم في تفاصيل بالفارماكولوجي. طيب غير هذا، أها، إحنا مو قلنا اللي يربط هو الفاكتر. فإذا عدنا علة وهذا الفاكتر مثلا مدى ينصنع بشكل جيد، طبيعي أنه الزمن حيطول لأن البليتليت أجريجيشن will be affected. زين، سؤال الآن، هذا التيست ريلايبل؟ نستخدمك في المستشفيات بكثرة؟ يعني الآن حاليا احنا سويناه حتى نتعلم من عنده قواعد بالفيزيولوجي وبالميديسن، لكن بالتطبيق العملي في
في الحياة الآن في المستشفى يسوون هذا التيست؟ إذا قلتوا إيه لح أقولكم ليش، وإذا قلتوا لا لح أقولكم ليش. فسألتوا قلتوا نو الجواب صحيح it is not reliable but why. شو وقت يكون التيست ريلايبل عندنا في الميديسن وش وقت يكون نوت ريلايبل؟ الدكتور هو ما أعطاك إيش السبب، يعني أنت عندك احتمالات. لا 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 لا، شو اللي يخلي التيست نقول عليها ريلايبل ونوت ريلايبل؟ نعم جوابك الثاني أصح من الأول. من نقول التيست ريلايبل يعني لو نعيده على نفس الشخص لازم ينطي نفس النتيجة. هذا التيست لو ينعاد ما بالضرورة يعطي نفس النتيجة. ليش؟ لعدة أسباب. مثلا ناخذ السبب اللي قالته، يعني الخزقة اللي أنا عملتها ممكن تكون الخزقة عمقها مليم ونص حسب قوة اندفاع إيدي، ممكن الخزقة تكون عمقها مليمين، ممكن تكون مليمين ونص، حجم الجرح، كبر الجرح، تمام؟ هذا يأثر ولهذا ممكن تتغير النتيجة. هاي رقم واحد. رقم اثنين قولي درجة الحرارة. جيد، درجة الحرارة، الحرارة تساعد لو ضد؟ ليش؟ مو قلت لك ايش ما حتقولين؟ حقول واي. طيب بس افضل ان تستخدمون مصطلح فيزو دايليشن مو فيزو دايليتيشن. صحيح، لما عندي انا اصلا عندي فيزو دايليشن معناها احتمال خروج الدم يكون اكثر، وحتى السبازم هي حتشتغل ضد السبازم الفيزو دايليشن معناها حيتاخر، فالتمبرتشر باللاب والاتموسفير اللي حولك ياثر. عامل اخر انا اقدر اضيف لكم، يا منطقه سويت فيها البانكشن، كل ما يكون الجلد رقيق تختلف الحاله عما يكون الجلد سميك. يعني مثلا في الجلد السميك هذا سميك وهذا سميك، لما يسكرون هيك يسدون الجرح أسهل مما لما يكون الجلد خفيف ورقيق. فإذا سويته هون حيختلف عن هون، حيختلف عن هون، حيختلف عن هون. فهمتوا؟ كذلك إيدك وين واضعها؟ إذا أنت إيدك منزلها تحت لح يكون عندك وزن عمود الدم يدفع، ممكن يخلي كمية الدم اللي تخرج أكثر. احنا ليش نقولهم المجروح نقول له أرفع إيدك للأعلى؟ شو الفكرة من رفع إيده للأعلى؟ حتى عمود الدم ينطرح عن مستوى الهارت فيقل، معناها لح يقل البرشر مال البلد على فتحة الجرح فيقل. كل هذه عوامل ممكن تأثر، لهذا التيست يعتبر إيش؟ not highly reliable. ما بالضرورة فرق بين إنسان وإنسان، حتى على الإنسان نفسه لو عدت التطبيق عليه بين فترة وفترة حتشوف. You get it؟ لكن الفكرة من عنده إنه إذا سويناه وطلع abnormal لازم ندور على السبب. وأول شيء لازم نبدي ندور عليه في مخنا، ما وضع البلاتليتس عند هذا الإنسان، وكذلك ما وضع الفون والبراند فاكتر. You get it؟ هذه هي الأهمية حقيقة العلمية اللي نستفيدها من هذا التست البسيط. You get it؟ وضحت؟ إن شاء الله. هذا هو التست الأول اللي كنا نريد نتعلم من عنده بعض المعلومات. التجربة الثانية اللي هي تجربة الكلوتينج تايم. بالكلوتينج تايم
حنعتمد على وضع الدم بكابيلاري تيوب. هذه هي الكابيلاري تيوب، لاحظوا تقريبا قطرة مليم أو يمكن أكثر لا أدري. الكابيلاري تيوب بشرط، لأن الكابيلاري تيوب في المختبرات نوعين، نوع اللي نستخدمه اللي سويناه في المختبر الماضي من قسنا الباكت سيل فوليوم أو الهيماتوكريت، هناك ما نريد الدم يتخثر، فالكابيلاري أصلا بي من الداخل هيبارين، فحتى يمنع التخثر حتى يظل عمود سائل ونفحصه كعمود سائل، فهذا نستخدم به هيبرونايزد كابيلاري تيوب. في هذه التجربة احنا نريد الدم يتخثر، فكيف استخدم هيبرونايزد تيوب؟ فاللي يصير انه اللي حنسويه ناخذ كابيلاري عادي، هذا نون هيبرونايزد، وايضا قطرة الدم، وايضا حنشغل الساعة ونخليه بهذا الشكل، مو عمودي هيك، بهذا الشكل قطرة الدم من تطلع ايش حيصير؟ حتبدي بالخاصية الشعرية بالكابيلاريتي حتبدي تنشفط وتنسحب بالكابيلاري تيوب الى ان تقريبا خلينا نقول نملي ثلثين تقريبا، احيانا يملون تيوبين بس، يعني قصدي واحد ان شاء الله حتشوفوا يكفي. وبعدين التجربة تقول انه كل نصف دقيقة نكسر قطعة، فمن نكسر قطعة اذا لسه سائل من حنكسره لن يحصل شيء، لح يصير جزء احمر هون وجزء احمر بالباقي، لكن اذا تخثر الدم داخل الكابيلاري من حنكسر ايش حيصير؟ الدم اللي تخثر حيصير مثل الخيط، وهذا الخيط لح تشوفوه بالهواء يطلع خيط احمر بين الراسين المكسورين، فدلالة على انه صار عندنا عملية كلوتينج. طبعا عملية الكلوتينج تاخذ وقت طويل، اطول من البليدينج تايم، قد تاخذ من ثلاث دقائق. فالزمن قد يكون من 3 إلى 8 دقائق يلا يصير الكلوتينج، ولهذا ما بيها معنى أن أبدي أكسر من يعني من البداية من أول 30، لأنه أنا متأكد ما حيصير شيء، فيمكن حصبر إلى 3 دقائق بعد ملأها بالدم وبعدين أبدي أكسر. بس المشكلة أنه هو هذا قصير، طوله 75 ملليمتر، يعني 7 سنتيمات ونص، فما يتحمل كسرات كثيرة. في أنواع أخرى اللي طوله أكثر فذاك يكون يعني أفضل، ينطيك مجال زمني للعملية أكثر. You get it؟ فعلى كل حال نفس الفكرة، حعقم الأصبع أسوي البانكتشر، لكن الآن حملي التيوب وننتظر ونشوف. أوكي؟ طيب هنا أنا لازم أأكد على شيء أهم من أن يتبخر السبيريت، إنه لازم ما نعصر، يعني قصدي بعد البانكتشر مو تبدي تعصر بالأصبع إذا شفت الدم اللي دا يطلع قليل. ليش؟
يلا فكروا. ما سمعت. ما لح تلحق تتكون. أنا دا أعبي الدم بالكابيلاري. ليش من الخطأ إنه أعصر في الأصبع؟ لأن حسوي تروما وحأدي إلى إنه التشو يبدي يطلع تشو ثرومبوبلاستين، وأنا ما رايد أقيس الإكسترينسيك باثوي، أنا رايد أقيس الإنترينسيك باثوي، والإنترينسيك باثوي يجب أن يكون بدون تأثير التشو فاكتور. وفي غلطة ثانية يسويها لتعصر، شو هي؟ انه ما حيطلع دم بس، حيطلع دم وانترستيشيال فلويد ينخلط معه، يعني بعباره اخرى حيسوي هيمو ديليوشن، والتخفيف للدم ياخر الكلوتينج، لان تركيز الكلوتينج فاكتور حيصير اقل. فشوفوا ايش قد التكنيك، وهاي النقاط في التكنيك لها اهميه. فاذا الان أنا صحيح في البداية ححجز وسوي كونجستشن حتى تطلع القطرة، بس بعدها ما المفروض كل شوية وسوي عصرة، أظل ماسك المنطقة وقاطع الفينوس ريتيرن حتى يظل الدم يجي من الأرتريال سايد ويملي لي بالكابيلاري. فهمتوا؟ مستعدة تنظر للعصفور؟ انت عود ساعدني بهاي اذا اتاخر. يلا وين العصفور؟ لا العصفور هنا. يلا قول يا الله. تحب تشاهد؟ بسم الله. والله اللانسة تبعنا تعبانة. يعني ده المفروض لهذا انت عندك خلال نصف دقيقة انقطع. نوطي الايد حتى بلكي نستفيد من وزن عمود الدم، لأنه تماماً ما دا يساعد. على كل احنا ما مهتمين، لأن أنا أصلاً لحنتظر ثلاث دقائق. الآن كم ثانية سجل؟ ما مهم. لا تقول خلص الدمي. يلا خلص. طبعا شوفوا كل هالوقت انا دا انتظر ما اقدر تعبي يا دوب نصف الكابيلاري، لان اللانست رقيقة تبعنا، اللانسة الثانية تكون يعني شوية أكبر، فخزقتها تصير يعني أحسن من هذه. فهسا الآن دا تلاحظون صارت الآن كم؟ إذا بدأت ألمك أخذ قطنة ثانية. هاك ابني، لأن طولت أنا فيها. خذ قطنة ثانية عقمها. ما لح أكسرها الآن،
لأن أقدر أستنتجها استنتاج بطريقة أخرى. لاحظوا إذا الدم يتحرك تشوفوا تشوفون عمود الدم شلون يروح ويجي. لو كانت كلوت كان لزقت ما تحرك، فأعرف سلفا أنه هو الآن شايفة؟ لاحظوا ده تهتز، ما دام ده تهتز أستنتج أنها لسه. احنا قلنا هي من 3 إلى 8 ما مشكلة، حنتظر. ده أحس بدأت توقف. فلحبدي من 4 دقائق، بس هو الأصول أنه أبدي من 3. الآن حصير 4، فحسوي أول كسرة. طبعا من تكسر متكونة، تعال شوف تشوف الخيط. تشوف الخيط؟ نعم بيّن. قربوا إذا تريدون تشوفوا. تعال قربوا. تشوفون هذا الخيط اللي طيب خليني أكسر كسرة ثانية. أوبس. هيو تشوف الخيط؟ شفتوه؟ سجلته؟ اي. وحتى يمكن هو في لسه في كسرة، يعني لو هسه الآن أكسر كسرة أخرى. لا انكسرت. على كل حال فهذه هي البليدنج تايم، شفتوا كيف صارت. السؤال الآن مثل ما تناقشنا في موضوع هذا كلوتينج تايم، مثل ما تناقشنا في موضوع البليدنج تايم، خلينا نتناقش في موضوع الكلوتينج تايم. هذا التيست يستخدم الآن في المستشفيات؟ شو تظنون؟ ها؟ يستعمل. It can be used. لأنه رخيص وسهل. ممكن يستعمل. لكن في المستشفيات الكبيرة اللي فيها التحاليل المتطورة تم استبداله بتحليلين مهمين انطيناكم أسماءها في المحاضرة. شو هي؟ البروثرومبين تايم والبارشال ثرومبوبلاستين تايم. اوكي، شو الفرق بين الاثنين؟ خلنا ناخذ اول شيء البروثرومبين تايم. البروثرومبين تايم شو يقيس لنا؟ يقيس لنا الاكسترنسك باثوي. على اي اساس اعتبرنا يقيس الاكسترنسك باثوي؟ زين، ولو ما قلت لكم اياها في المحاضرات، منين نجيب التشو فاكتر؟ لا شوف معلوماتكم العامة. لا ناتشرال. تتوقعون منين نجيبه؟ هم حيجيبون الدم في المختبر، يرجعون يضيفوا له كالسيوم. ليش يضيفوا له كالسيوم؟ بالعكس احنا نريده يتخثر. احنا لما سحبوه من الشخص كان التيوب بماده اللي هي كريتنج ايجنت اللي شفطت وسحبت الكالسيوم، فكل التفاعلات تحتاج كالسيوم، وقف الكلوتنج.
احنا نريد نرجع الكلوتينج. فاذا نرجع ونحط له الكالسيوم نحط رجعنا الكالسيوم، لكن نحتاج نضيف التشو فاكتر. التشو فاكتر في الحقيقة يحصلوه من اكستراكت من البلاسنتا. البلاسنتا تنرمي، هي مرمية مرمية، من عندها يقدرون يستحصلون التشو فاكتر ويستخدموه كري ايجنت في المختبرات. فيجيبون البلد حطوا له شوية تشو فاكتر بعد ما رجعوا الكالسيوم، وتحت الميكروسكوب يحسبون الزمن المطلوب لتكون خيوط الفايبرين. هذا قسنا الاكسترنال باثوي. الآن في تجربتنا اللي سويناها فيها تشو فاكتر؟ إذن هذا كيف تخثر؟ الانترنسك باثوي. الانترنسك باثوي شنو العامل اللي يبدي؟ شنو اللي يخلي الدم يبدي بالتخثر؟ نعم مو سطح مائي. طيب سطح غريب ما يخالف، ويت سيرفيس يلا اي. بس هو الحقيقه في شيء اللي هيجه، لان الانترنسك باثوي موجود حتى في داخل جسم الانسان وما في جلاس. البدايه كيف تبدي؟ بمجرد ما يلتقي الفاكتر بجزيئه، وهاي الجزيئه تتميز انه هاي هاز هاي نيجاتيف تشارج، الها شحنه سالبه. شلون البروتينات، احنا نقول البروتين هو نيجاتيفلي تشارج، فبعض المواد تكون هايلي نيجاتيف تشارج، من تلتقي بها يبدي اول فاكتر يصير بي اكتيفيشن. يا فاكتر اللي يبدي بي الاكتيفيشن رقم ايش قد؟ 12. وتبدي السلسله. يو جيت ات؟ طيب واحد فقط من الشاتس اللي جتني كان شات ذكي جدا. ما أهمية الانترنسك باثوي؟ الاكسترنسك فهمنا، انجرح طلع تشو فاكتر بدت. الانترنسك وظيفته شو؟ يحمي من ماذا؟ يكون كلوت لأي غرض؟ ها؟ طيب أسألكم سؤال أعقد. الخثرة تتكون لما واحد عنده arteriosclerosis، تصلب بالشرايين، وتتكون خثرة في داخل الأوعية الدموية. هذه صارت بسبب الانترنسك باثوي لو الاكسترنسك باثوي؟ شو رأيكم لو أقول لكم اكسترنسك؟ إنه تتجمع كتلة تحت البطانة، والبطانة تنفخ من الأسفل ثم تنشق البطانة. من انشقت البطانة شين كشف؟ الصب اندوثيليوم. من انكشف الصب اندوثيليوم معناها حيبدل اكسترنسك. فالانترنسك شنو وظيفته؟ حقيقة وظيفته المساعدة والتكميل للإكسترنسك. ليش نوصل إلى هذا الاستنتاج؟ لا مو هيك تجاوبين. في الفيزيولوجي من يسوون البحوث والدراسات حتى نعرف أهمية شيء، انتبهوا على حقوله. في الفيزيولوجي من يسوون دراسات، إذا تحب تعرف أهمية شيء زيل عمل ذلك الشيء وشوف شنو اللي يخرب عندك. فهمتوا؟ يعني مثلا شفت نيورون ومسوين شانل وكذا، تقول يا ربي هذا النيورون والباثوي مالته ايش دي يسوي؟
ما تعرف شو يسوون بالتجارب، يدمرون هذا النيورون، يدمرون هذا الباثوي، ويشوفون لو دمرناه ايش حيصير. فتقول اذا هذا وظيفته كذا، فهمتوا كيف؟ او بالعكس تسوي له ستيميوليشن، واذا سويت ستيميوليشن شوف شو صار في شيء في الجسم. فهنا كان السؤال الكبير، اذا شلت فاكتور 12 ازلته او استخدمت له بلوكر، لح يصير عندي بليدنج؟ لتفهمون ايش دا اقصد؟ اذا 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 اوقفنا فاكتور 12 عن العمل، اذا صار بليدنج معناها هذا دا يساعد على التخثر الطبيعي، بحيث انه لما كان لازم يصير تخثر ومنعنا التخثر فأدى إلى النزيف. وطبعا هذا نفس الشيء لما نزيل يا فاكتر فاكتر 8 وفاكتر 9، زوالهم أو عدم عملهم شيء يؤدي؟ يؤدي إلى الهيموفيليا، نزيف الدم الوراثي. إذن عدم وجودهم يؤدي للنزيف، إذن وظيفتهم إنه هم يساعدون في عملية التخثر. طيب لو وقفنا عمل فاكتور 12 يصير عندنا نزيف؟ الجواب لا، ولا يأثر ولا يصير بليدنج تندنسي. فش نستنتج من ذلك؟ انه ليس فاكتور ضروري لعملية الكلوتينج والحماية الداخلية، ليس مثل التشو فاكتور، وليس مثل فاكتور 9، وليس مثل فاكتور 8. إذن وجودهم شو؟ مكمل لعمل الاكسترينسك باثوي. إن كان الاكسترينسك ما اشتغل بشكل جيد، المنطقة اللي انكشفت كانت ضعيفة، بدأ كلوتينج صغير يجي يكمل ويساعد على تكون الكلوت الكبيرة. فهمتوا؟ ترى هيك يفكرون بالفيزيولوجي العلماء، هيك يفسرون الأمور. نرجع للموضوع، إذا هذا التيست البسيط يكشف يا باثوي الانترنسك، لأن ما في تشو فاكتور، صح؟ طيب نقدر نعرف من عنده يا عامل خربان؟ يعني إذا طلع الزمن طويل ومعناها البليدنج تعطل، كل السلسلة اللي قبل فاكتور 10 اللي هي الخاصة بالإنترنسك، والسلسلة المشتركة، أي نقص فيهم حيطول زمن هذا. فهو نون سبيسيفيك، يعني فقط ينطيني فكرة أنه في مشكلة في التخثر، لكن من هو العامل الرئيسي لا أعلم. ممكن فون ويلبراند فاكتور، ممكن. شوفوا، واحد قال لا، واحد قال نعم، واختلف الفقهاء. خلينا نشوف الاثنين، لان قلت لكم هاي مصيبة الفيزيولوجي. تقول نعم لح اقول لك فسر، تقول لا لح اقول لك فسر. قلت لا، ليش؟ ما في كولاجين عندنا. زين، تفسيره انه ما في كولاجين عندنا. انت قلتي لا، ليش؟ يمسك ايش؟ احسنتي، البنات غلبوا. فاكتور الفون ويلبراند فاكتور هو اللي يحمي
فاكتور 8 من الدستركشن، هو حامي الحمى. فإذا كان عندنا نقص معناها فاكتور 8 أصبح مكشوف، ما حد يحميه ويشيله، فيتم التخلص منه. منو اللي يقضي عليه؟ الماكروفيجز. فالماكروفيجز تلتهمه، تاكله، تدمره. بالمناسبة الفاكتور 8 منين ينصنع؟ ما ينصنع من الليفر، ما مثل بقية الفاكتورات، ينصنع تقريبا من نفس المصنع اللي يصنع الفون والبراند فاكتور، من الاندوثيليال سيلز. حتى بالليفر من شافوه دا ينصنع، ما دا ينصنع من الهيباتوسايت، دا ينصنع من خلايا خاصة اللي هي في بطانة الساينوسويد، يعني تشبه البديل الاندوثيليوم اللي في كهوف الساينوسويدز اللي موجودة بالليفر، ما في كل خلايا الليفر. فمن هناك يصنع. فعدم وجود الفون والبراند فاكتور يخلي فاكتور 8 ما محمي، يعني كأنما هو كارير حماية يحمي من أن تلتهم الماكروفيجز، فبالنتيجة يكون عمره قصير، فيسوي لنا كأنما بليدنج تندنسي إذا كان الفون والبراند فاكتور إيش ما موجود، وكان التفسير اللي قالته هو الصحيح. أوكي، حتى تشوفون أهمية الفون والبراند ديزيز. طيب، فهذا حتنزلون للواقع وحتشوفون هل تستطيع وزارة الصحة أن تبني مختبرات متطورة في كل مركز صحي؟ لا طبعا، المختبر كثير التكاليف. فالمختبرات المتطورة اللي تسوينا PT و PTT البارشال ثرومبوبلاستين هي في المستشفيات الكبيرة، لكن مركز صحي في قرية أو ما شاكل، إذا أنت طبيب هناك وشكيت مريضك عنده بليدينج تندنسي، شو تسوي له؟ سوي له التست البسيط، طلع نورمال خلاص لا تدوخ نفسك، طلع أب نورمال ارسله إلى مركز كبير في المختبر حتى يسووا له البي تي تي. زين البي تي تي شو هو؟ بروثرومبين تايم وفهمناه، بلاد وضفنا له تشو فاكتور، البارشال ثرومبوبلاستين تايم شو نضيف؟ نعم، اذا شو نضيف؟ ليش سموه بارشال ثرومبوبلاستين؟ استخدمنا كلمه ثرومبوبلاستين، ليش بدنا نقول بارشال؟ لا، لأنه الثرومبوبلاستين أو التشو ثرومبوبلاستين هو جزيئة عملاقة، في البداية كانوا يصوروها جزيئة واحدة، بعدين تبين لهم أنها جزيئتين وليست جزيئة واحدة، مرتبطين مع بعض. الجزيئة الأولى هي الثرومبوبلاستين، والجزيئة الثانية اللازقة بها هي الفوسفوليبيد. ففوسفوليبيد لازق بهاي دي يسمون الكل ثرومبوبلاستين، بس هو في الحقيقة جزيئتين، واحدة الثرومبوبلاستين وواحدة الفوسفوليبيد. فمن يقولون بارشيال ثرومبوبلاستين يقصدون أخذنا فقط الفوسفوليبيد. وهذا هو السؤال اللي جبت لكم إياه في المحاضرة، من قلت لكم شي يضيفون، فيضيفون كالسيوم حتى نرجع الكالسيوم لأن نحتاج إلى تفاعل، ونضيف فوسفوليبيد. والفوسفوليبيد وين موجود؟ يجينا من البليتليتس مثلا، والبليتليتس مثلا موجودة بالبلازما أو غيرها، إضافة لأنه البلازما بيها الفاكتورز الأخرى تبع البلد الكلوتينج. ولا ليش خليت لكم هذا السؤال في نهاية المحاضرة؟ حتى أخليكم تميزون بين البروثرومبين والبارشال ثرومبوبلاستي. فهمتوا يا شباب؟ ف
إذن هذا التست يطول بالهيبارين والوارفارين؟ يطول، لأن ذولاك أنتي كوأجيلنت، يعني هم يشتغلون ضد الكوأجيليتينج فاكتورز. الوارفارين شو وظيفته؟ شو عمله؟ يسوي بلوك للفيتامين كي، والفيتامين كي مسؤول عن صناعة كثير من الكلوتينج فاكتورز والبروثرومبين، تمام؟ فإذا احنا لما نسوي بلوكينج للوارفارين، قصدي اذا نعطي وارفارين معناها ايش حنشوف بالبليدنج تايم، قصدي الكلوتينج تايم يطول. الهيبارين كذا، هذا الهيبارين ناتشرال، هو موجود اصلا بالجسم، هو وظيفته انه يعيق الكلوتينج. زين، سؤال، منو منهم يؤخذ عن طريق الفم ومنو منهم يؤخذ انجكشن؟ الهيبارين انجكشن والوارفارين عن طريق الفم. فلما تدخل مريض للمستشفى وانت مستعجل ايش تنطي؟ هيبارين. ورا ما استقر الوضع انقلبه على وارفارين وندزل بيتهم، ويظل ببيتهم يستخدم حبوب الوارفارين، بس لازم دائما نقيس له بين فترة وفترة، سوي تشيك عليه، لازم دائما نقيس له البي تي والبي تي تي وهو في البيت، يجي كل فترة حتى نقيس. فهمتوا؟ الخلفية العلمية كبيرة، لكن هو هيك العلم. فإن شاء الله تكونون هالتجربة، شوفوا ايش قد طلعنا من عندها معلومات. طيب، هذا فيما يخص هالتجربة، وقفنا التسجيل. الجزء الأخير هو أن نحضر بلوت فيلم ونفحصه تحت الميكروسكوب. البلوت فيلم مع الأسف ما في مجال نرويكم التكنيك، بس قلت لكم في المختبر الماضي نجيب سلايدين، نخلي القطرة، بعدين نخلي سلايد الأول على درجة 45 درجة زاوية، يعني بالشكل الآتي إذا أشبه لكم إياها، يعني مثلا إذا هاي الفلتر بيبر إذا هي سلايد وخليت القطرة هون، السلايد الثاني مو تخليه بعد القطرة، يعني القطرة مو تنحصر بالزاوية الحادة بين السلايد وبين الثاني، وإنما تصير بظهره، يعني القطرة هون، أخلي السلايد هون، أرجعه إلى أن يمس القطرة. من يمس القطرة، القطرة تنتشر تصير مثل الخط على الحفة. بعدين ورا ما القطرة انتشرت أسحب السلايد هيك وأجيبه هيك، كأنما يصير دراغينج. ليش يسوون بهالطريقة هاي؟ حتى الكريات الحمر والبيض ما تتعور، لأن لو خليت القطرة هون وخليت السلايد هون، الحافة الزجاجية من حتجي تكون سكنس ممكن تجرح الخلايا. صورتوا كيف؟ لكن لما تخليه خلف السلايد والقطرة تتعلق تعليق هيك، شلون نقول مثلا سيارة وواحد تعلق بيها من ورا، ومن تمشي يتساقطون الخلايا على الطريق إلى أن تنتهي. بعد ما خلص السلايد وانتشر الدم، شو نسوي؟ نسوي الآتي، في ثلاث محاليل يسموها ديف سوليوشن، يخلوها في المحلول الأول فيكسيشن. شو يعني فيكسيشن؟ من يعرف شو نقصد بكلمة فيكسيشن؟ نقصد بكلمة فيكسيشن تحويل البروتين اللي هو سائل داخل الخلايا مثل بياض البيضة إلى بروتين جامد أبيض. البيضة لما تكسرها في الزيت الحار، البروتين يصير بيه ديناتوريشن ويجمد ويصير لونه أبيض بالحرارة، هنا نجمده بالكحول. فتخلي السلايد وعليه هذا الفيلم موجود، رأساً الخلايا البروتين اللي بيها يصير بيه ديناتوريشن، وش يصير بيه؟ يلزق
بالجلاس. فالخلايا مو فقط صار بها ديناتوريشن للبروتين، كذلك لزقت لزق بالسلايد. تخليها تطلعها من المحلول الأول هيك بس هزة، دخلها بالمحلول الثاني. المحلول الثاني هو صبغة، عندنا صبغتين، صبغة قلوية الكلاين وصبغة حامضية. الصبغة القلوية الهيماتوكسيلين، كل شيء قلوي ويحب يصير قلوي يصير لونه أزرق نهدي بنفسجي. والصبغة الحامضية الإيوسين، كل شيء تسويه باللون الأحمر. بعد ما نخليناه بثلاث محاليل نطلعه، ننقط عليه ديستلد ووتر، نغسله، نعوفه يجف بالهواء، نحطه على الميكروسكوب، نستخدم يا عدسة للفحص، مو الهاي باور، الهاي باور ما تكفي، نستخدم ما يسمى اويل اميرشن. سامعين بهذا المصطلح؟ اذا تريد تكب اقصى تكبير بالميكروسكوب العادي، يحطون قطرة زيت خاصة على السلايد والعدسة تنزل تغرق بالزيت، يعني ما يصير الفراغ بين العدسة وبين الفيلم هواء، يصير الفراغ شو؟ مليان بالزيت. لهذا يسموه oil immersion. هذا يغير معامل الانكسار مات الضوء ويسوي لنا تكبير بعد أشد. فأقصى تكبير في الميكروسكوب هو بالأويل إيميرشن. بالهواء عندنا لو باور وهاي باور، تريده تكبير بعد أكثر من الهاي باور نستخدم الأويل إيميرشن. فهنا دا نستخدم الأويل إيميرشن في هاي العدسة، هيك يطلع البلاد فيلم. البلاد فيلم الجيد ما تكون الخلايا راكبة واحد على الثاني، متبعثرة بشكل جيد. اللي دا تشوفوه بعدد هائل هنا هو الكريات الحمر. يلا جاوبوني، ليش الكرية الحمراء يبين البريفري غامق والوسط يبين فاتح؟ لا نعم، ليش؟ ما انطيتكم رسم لصورة الكرية الحمراء سايد فيو. الكرية الحمراء هل هي قرص متساوي السماكة؟ لو قلت لكم من النص خفيف ثن حوالي 1 مايكرون والأطراف ثيك، ولأنه ثيك وهو كله بهيموغلوبين، المنطقة اللي بالنص اللي هي ثن تبين فاتحة، والمنطقة اللي على أطراف السميكة تبين غامقة. فهذه كلها كريات حمر. لهذا تعداد الكريات الحمر حوالي 5 مليون بالمليمتر المكعب الواحد. الكريات البيض عددها بالآلاف، فالأربعة إلى 10,000 كرية بيضة بالمليمتر المكعب الواحد. فلما نريد نفحص هيك حيطلع. وش حنسوي؟ لازم نبدي نمشي. طبعا ما تمشي عشوائي، من تمشي نستخدم اسلوب الزيجزاج فاشن. يعني هسه احنا بدنا نصور مثلا هون، انزل 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 وصلت للنهاية. مثلا هذه مو النهاية، اجيب العدسة بحيث اخلي عيني على هاي، كل الفيلد اجيبه بحيث هاي الان في هالمنطقة من الفيلد، وين تصير؟ تصير كأنما في هذه المنطقة من الفيلد. تخيلتوا كيف؟ حتى ما تضع عندي ولا خلية. فهذه امشي هيك الى ان اوصل للاخير، اتحرك هيك، اصعد مرة ثانية، اخلص امشي هيك وانزل هيك، واخذ مسح جغرافي للمنطقة كلها. كل ما اشوف خلية اسجلها،
هذا هو جهاز التسجيل اللي فرشت لكم إياه في المختبر الماضي. كل وحدة تشير إلى نوع معين، الفنيين تبع المختبر حافظيها من غير ما ينظر، يعرف أنه للنيوتروفل، أنه للمونوسايت، أنه للبيزوفل، فهمتوا؟ فكل ما يشوف وحدة شو يسوي؟ يكبس. من يكبس يرن جرس، وهذا عداد، يوقف العداد من يوصل إلى 100. فإحنا اللي نسويه عادة نمشي. فالآن مثلا هذه نيوتروفل، كيف عرفت أنه هاي نيوتروفل؟ أولا النواة مفصصة مبينة، والسيتوبلازم نقي صافي لو محبب مبين. السيتوبلازم مو صافي، بحبيبات. فإذا هاي جرانيوليتد وهذه نيوتروفل. فهنا طبعا بالمناسبة هذه أكثرها شيوعا، فنسبتها هي النسبة الكبيرة، أكثر شيء حنشوفها زين. وبعدين لما حنمشي حتطلع لنا الأنواع الأخرى. الآن هذه الأوساخ شو هي؟ هذه هي البليتليتس اللي تتصوروها، هي مثل الأوساخ بس هي هاي بليتليتس. وأحيانا مثلا هيك هيك هذول هاي بليتليتس، وأحيانا تطلع بشكل كتل متجمعة قريبة على بعض، يعني في 30-40 نقطة هيك واحدة جنب الثانية. هذه ليست خلايا، لأن هي خلية وتكسرت. شو اسمها الخلية الأم اللي تكسرت؟ ميجاكاريوسايت. أوكي، وهذه هي. طيب طبعا الخبراء بالمختبر من يفحصون، من يشوفون هذه، هذه ستاندرد. إيش قد الدايمتر تقريبا تبع الكرة الحمراء؟ 7-8 مايكرون. أوكي، إيش قد قطر الكابيلاري؟ هم حوالي 7. يعني هذه قطرها تقريبا على قد قطر الكابيلاري. إذا شوية أكبر كيف تفوت؟ مو هي قلت لكم طرية جدا ومثل الديسك، بس تعمل هيك صارت مثل الهلال وتمشي. ولو تشوفون فيلم شلون دا يمشون بالكابيلاري، يوقفون مثل الطابور كريات الحمر واحدة بعد الثانية ويفوتون ويطلعون من الجهة الثانية. You get it؟ طيب هذه الآن لما حنعد هاي حنسوي هيك من 100 حيطلع لنا ايش؟ percent، نسبتها المئوية. هل عندنا بالطب المهم فقط النسبة المئوية؟ ايش هاي؟ هل عندنا بالطب المهم فقط النسبة المئوية؟ يهمنا كذلك its absolute value. إذا الـ CBC report ما انطاك الـ absolute value كيف تطلعه؟ بطريقة بسيطة، الـ CBC report لازم حينطيك عدد الكريات البيض. مثلا حيقول لك مثلا 4700 مثلا، وحينطيك نسبة النيوتروفل. فإذا قال لك نسبة النيوتروفل مثلا 60%، إذا تريد تعرف الأبسولوت شو حتعرفها؟ أضرب 60% في عدد الكريات البيض حيطلع. فأكو شيء اسمه الأكتوال فاليو أو الأبسولوت فاليو، وفي شيء اسمه الريلاتيف بيرسنت أو الريلاتيف فاليو. اثنين هم مهمين، لأن أحياناً إذا شيء زاد يأثر على نسب الباقين. يعني أعطيك مثل بسيط،
إيش قد نسبة الليمفوسايت؟ تقريبا بين 20 تقريبا بين 20 و30 نسبة الليمفوسايت. زين، إذا في شخص عنده التهاب والكريات البيض زادت، وفرضا زادت إلى 15-18 ألف، ولح تطلع 90-85% من نوع النيوتروفل، إيش حيصير لما حتبتدي تحسب نسبة الليمفوسايت؟ حتطلع النسبة إيش؟ قليلة. لكن لو تأخذ الأبسوليوت فاليو ما متأثرة. فهمتوا؟ فمن الضروري إحنا ما معناها من نشوفه قليل نقول في علة. حتى تفهم هو في علة لو ما في علة، لازم تعرف الأبسوليوت فاليو إضافة إلى الريلاتيف. فهمتوا؟ ابني بالإنفكشن زادت النيوتروفل. أوكي؟ النيوتروفل إحنا قلنا هم جنود المعركة. قلت لكم يمكن بالمحاضرة، خط الدفاع الرئيسي الملتهم هو الماكروفاجز والنيوتروفلز. الماكروفاج جبارة، تقدر تأكل 100 بكتيريا في نفس الوقت وما تموت وعمرها طويل. لكن النيوتروفل تأكل عدد أقل وتموت بسرعة. You get it؟ فالنيوتروفل هي جنود المعركة اللي ممكن التضحية بعدد كبير منهم. الماكروفاجز لا، هم هدف استراتيجي أو خط دفاع استراتيجي قوي. واضح؟ فلما يصير التهاب شديد أكثر شيء يزيد هو النيوتروفل. تجينا من كم مكان، اللي دا تلف بالدورة الدموية تجي، اللي مسوية مارجينيشن ولازقة ببطن الكابيلاري صار بها أقدام وهمية ودخلت، 3 أضعاف عندنا خزين منها وين قاعد؟ بالبومرو. حينزل للدورة الدموية ويجي إلى أرض المعركة ويبدي البومرو ويصنع المزيد. فممكن بعد ساعات من الالتهاب تشوف عدد الكريات البيض طفر إلى 18 ألف 20 ألف، لكن الليمفوسايت تأثرت، عددها الحقيقي ما تأثر. لكن لما تجي تحسب نسبة حتقول قلت، حتقول عندي ليمفوبينيا وتقوم تدور على سبب إلها. زين ليش قلت لا؟ لأن عرفت الأبسوليوت فاليو، فلازم تعرف العدد الحقيقي إضافة إلى النسبة. You get it؟ ودا أقول لك إذا ما تعرف العدد الحقيقي أضرب النسبة في عدد الكريات البيض الكلي يطلع العدد الحقيقي لكل نوع. واضح؟ فهذه مثلا إذا إحنا محظوظين حنشوف الأنواع الأخرى، لأن هذا كل ما أغير من هون يقول لي دكتور إنه تختلف. أها، إيش هذه؟ هاي الليمفوسايت. تتميز الليمفوسايت انه النواة تبعها كبيرة، محتلة معظم السيتوبلازم، والسيتوبلازم لو يبين لو ما يبين، واذا يبين يبين احيانا مثل الهلال الخفيف الازرق الفاتح اللي صاير على الاطراف. هل نستطيع من السمير هذا ان نميز؟ شوفوا البليتليتس شلون احيانا تكون متجمعه كتل. قلت لكم مو شرط وحدات، ممكن نواه يكونون بينهم بشكل جروبس. ممكن الليمفوسايت نميز هاي تي ليمفوسايت لو بي ليمفوسايت؟ صح، بالشكل ما يتميزون. لعد العلماء شلون يميزون؟ بالعكس،
من الانتيجينز اللي على سطحها يحطوا لها سيرة خاصة شلون بدنا نفحص الانتي اي والانتي بي، ويبين ذاك الوقت هذه كانت بي لينفوسايت او هذه كانت تي لينفوسايت، لكن شكلا ما يتميزون. فندور اذا احنا محظوظين نطلع شكل اخر. هاي تشوفوها طبعا ما زالت هاي نيوتروفل، هاي لينفوسايت اخرى دا اشوفها هنا. ظهرت مدى يطلع نفس المكان، بس هنا دا اشوفها اوضح. كذلك لينفوسايت طبعا بالميكروسكوب دا اشوف اوضح بكثير. هاي لينفوسايت نعم بس اول شيء خل اجيبها. هو قال انه اي هو قال لي انه اللي تشوفه فوكس هون يختلف عن الفوكس اللي يطلع على الشاشة. فلاحظوا انه اللي دا اشوفه لحد الان فقط الليمفوسايت والنيوتروفل. منو يجي وراهم بالتسلسل؟ جاوبوني. لا، البيزوفل 0 إلى 1%. لا، المونوسايت. المونوسايت طبعا لحد الان دا اشوف انا لينفوسايتس، لينفوسايت ونيوتروفل. دا احاول ان القي مونوسايت، انا ما شايف لحد الان. اوبس واطي. هذه إيوسينوفل. لا، ما تظهر. يعني هنا أنا عندي في نص الفيلد بالضبط وهون ما تظهر. هذه إيوسينوفل. دا تلاحظون بالميكروسكوب كلش واضحة. دا تشوفون اللون هذا اللوب وهذا اللوب. دا تشوفون اللي بينهم اللون الأحمر شوية حمار على الزراق. التلفون مش على الكاميرا مش واضحة. يعني يا ريت هسا الآن لو 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 تجون تطلعون هنا في الميكروسكوب. تعال يا مالك لف. تعال شوف الفرق بين اللي مطلع عينك. تعال شوفها. شوف هذا الفوكس من عينك.